منخفض جوي جديد غدا يوم الأربعاء وجبهة باردة جديدة تعبر مع ساعات العصر والثلوج متقطعة فوق القمم العالية وتفاصيل هذه الحالة الجوية والنشرة بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين تقس العرب، أسعد الله مساءكم. أعلن مركز تقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية عن ارتفاع تصنيف المنخفض الجوي الجديد المتوقع تأثيره غدا الأربعاء إلى الدرجة الثالثة، وهي الدرجة من متوسط إلى عالي الفعالية بمشيئة الله، وفقاً للمقياس المبتكر لتصنيف المنخفضات الجوية في الأردن. ومن المتوقع أن يسود طقس عاصف نهار الأربعاء في أغلب المناطق، حيث تهب رياح قوية تصل سرعتها باتها إلى نحو 100 كيلومتر في الساعة، وتتسبب في حدوث موجات غبارية كثيفة في المناطق الصحراوية في شمال المملكة. كما نشاهد هنا من الخرائط الواردة لدينا عن سرعة هبات الرياح، نجد نشاط للرياح في المناطق الشمالية والوسطى بمشيئة الله من يوم الغد. كما وتتراجع فرص هطول الأمطار عن المناطق الوسطى، وتبقى الفرص قائمة في شمال المملكة، بحيث تهطل الأمطار بين الحين والآخر وتكون غزيرة أحياناً وتترافق بالبرد. وتعبر المملكة تدريجياً مع ساعات العصر والمساء ما يسمى بجبهة هوائية باردة بدءاً من شمال المملكة، بحيث تبدأ الأمطار بمشيئة الله بالانتظام والاشتداد، وترفق مع تساقط تزخات غزيرة من البرد وربما بعض العواصف الرعدية محلياً. وسرعان ما تمتد هذه الظواهر الجوية إلى المناطق المتوسطة مع ساعات المساء بمشيئة الله، وتدريجيا أثناء ساعات الليل تمتد الأمطار نحو المرتفعات الجنوبية من المملكة، ومع دخولنا في ساعات الليل يزداد تدفق الهواء شديد البرودة نحو المملكة، بحيث ترتفع فرص تساقط الثلوج بين الحين والآخر وتراكمها أحيانا فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر عن سطح البحر، والتي تشمل قمام جبل جرش وجبال عجلون العالية، قمم لواء المزار الجنوبي ومؤتة في الكرك، وقمم محافظة الطفيلة الرشادية والقادسية، وقمم لواء الشوبك والهيشة، وجبال مبرك والطيبة الجنوبية ورأس النقب والمناطق المحيطة بوادي موسى. كما ويتوقع أن تتركز الهطولات الثلجية بشكل خاص في مناطق الرشادية والقادسية من محافظة الطفيلة، ويتوقع بأن البرودة ستكون متوغلة بشكل كاف في ساعات متأخرة من الليل وفجر الخميس لإحداث تساقطات ثلجية مؤقتة ومتقطعة في فترات فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر، والتي تشمل أعالي غرب العاصمة عمان والبلقاء، والتراكمات إن حدثت ستكون محدودة ولفترات قصيرة بمشيئة الله. ننتقل لبعض التوصيات من فريق طقس العرب للتعامل مع هذا المنخفض. أول هذه التوصيات هو خطر شدة سرعة الرياح التي تقترب سرعتها باتها من 90 كيلومتر في الساعة. أيضا ينصح بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، بخاصة في شمال ووسط المملكة، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الطرق الصحراوية بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان لهذه الليلة. متوقع بمشيئة الله أن يكون هنالك زخات من الأمطار، درجة الحرارة تصل إلى 6 درجات مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 27 كيلومتر في الساعة. وفي 3 أيام القادمة في العاصمة عمان أيضا رياح نشطة يوم الأربعاء بمشيئة الله، نهارا 10 درجات، ليلا فرص لزخات أمطار مخلوطة بالثلوج 5 درجات، الخميس فرص للأمطار مع وجود بعض الضباب 9 درجات نهارا ودرجة واحدة ليلا في العاصمة عمان، ويوم الجمعة فرص للأمطار نهارا وليلا ما بين 10 إلى 5 درجات مئوية. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في باقي مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد. رياح نشطة من 13 إلى 9 درجات في إربد، في المفرق من 12 إلى 7 درجات، في جرش من 14 إلى 9 درجات، وفي عجلون من 12 إلى 7 درجات مئوية في ساعات المساء. في العاصمة عمان 10 إلى 5 درجات، في الزرقاء 13 إلى 8 درجات، في البلقاء 11 إلى 6 درجات، في مادب 11 إلى 5 درجات، وفي البحر الميت أيضا رياح نشطة من 22 درجة نهارا إلى 14 درجة في ساعات المساء. في الكرك رياح نشطة من 11 إلى 5 درجات، فرص لزخات من الأمطار من 10 إلى درجتين في الطفيلة. في المعان درجات حرارة تصل ما بين 11 إلى 3 درجات مئوية، وأيضا رياح نشطة في جبال الشراكة ذلك الأمر من 7 إلى درجتين، وفي العقبة غيوم متفرقة من 19 إلى 10 درجات في ساعات المساء. وننتقل الآن إلى المناطق الشرقية.
في رويشد من 13 إلى 5 درجات، في الصفاوي من 13 إلى 5 درجات، وفي الأزرق من 15 إلى 7 درجات، مع وجود رياح قد تثير الأتربة والغبار كما نبهنا سابقا في المناطق الشرقية. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل، نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.